عمر بيك؟ أنا زينب سونمار، حابة أشوف حضرتك. ما حدا مسؤول عن موتي أبداً، أحمد سونمار. وين لقيتي هالرسالة؟ بعد الجنازة بكم يوم جاب لي إياها عمو مدحت. غريبة، اللي فحصوا الجثة بالأول ما جابوا سيرة هالرسالة. ممكن عمو مدحت خباها قبل ما تجوا، يعني ممكن قبل ما توصل للصحافة. ممكن، رح خليها هون. منشان خليل طوله كمان. انت كنتي بتعرفي انه عايش، ما هيك؟ ابدا انا. لكن ليش طلبتوا انكم تفتحوا قبره؟ مو انا يلي طلبت هالشغله، عمو هو يلي طلب انه يفتح القبر. بس انت ومدحت كنتوا سوا لما قدمتوا الطلب. عم قلك انه عمو مدحت مو انا. بجنازه ابي شفت واحد بيشبهه كانه هو، خبرت عمو مدحت. طبعا كنت شاكه فيه بس ما عاد شفتيه بعدها. خليه طوله لساته عايش، وانتو بتعرفوا، وحتى كمان مخبينه. ابدا. بعمري ما انجزت حدا بهالشبوبيه الحلوه. الله يخليك وستكم. تفضلوا يا ستات، صار وقت النوم. الله يهدي بالكم. وانت كمان. يا لطيف، شو بتحبوا تبويس الايدين؟ ايه تعا تعا لك تعا. يوسف عم يغار من خليل يا تيتا. ما بصدق. بالله شو؟ ليش لحتى غار؟ اها. تفضل. ماشي يوسف. تصبح على خير. وانتي من اهله؟ عيب عيب، فوتي لجوا. ضحكتك من الاذن للاذن شايف. آخ يا يوسف، يا ريت الأمور من الأول هيك، كل شي كان أحلى. إيه والله. سكوتك غلط يا أنسة زينب، هيك أنت بتكوني عم بتضري لخليل. شو بدي أحكي؟ قلت لك اللي بعرفه. طيب، يمكن الموضوع مو مثل ما أنت مفكرة، انتبهي من الناس اللي حواليكي. قصدك عمو مدحت يعني؟ فيكي تروحي. بخاطرك. بدك تعزف شي؟ اعزف لك؟ لا بس مشان اعرف. الصبح بعزف لك مشان فيقك. دخيلك، يسلموا. أول ما شفته لخليل طار عقلي، نسيت كل شي كان معي، شنطتي وغراضي. بعدين فجأة تذكرت، أخذنا تاكسي ولحقنا الباص، بس ما لقينا شي من الغراض، والشوفير ما بيعرف، ما انتبه، شنطتي وغراضي كلها راحت. معلش، فداكم، اعتبروهم زكاة عن صحتكم. حلو صوتكم شوي، بدي اسمع منيح. امي لسه ما نمتي؟ عم بسمعكم. مازال ما بدكم تناموا، تعوا نقعد لك. ايه والله، قوموا. صار بدها الشغله كاسه شاي. خلينا نوصي من تحت. لا حبيبتي مو ضروري، ما بدنا نزعج حدا بهالوقت.
يا حبيبة أمي، يا روحي، يا قلبي أنت. حط عنوان المستشفى هون مشان ما يضيع مني، وتصوروا أني نسيته. أصلاً يوسف عم ياخدنا، كبي ليش مخبيتي؟ أعطيني إياه، حطه على جنب. بكرة الصبح رح ياخدكن يوسف على المشفى. كتير مأسرة فيي هالقصة، ومو طالع بإيدي شي أعمله. وأنا كمان متضايقة، قاعدة عم بستنى ليجي دوره ويتبرعوا له. بيصير خير إن شاء الله، بوعدك يا أمي. يا حبيبة قلبي.